ابن جريج، على طول يقول لك ابن مين؟ ابن جريج، ابو اسامه او ابو خالد. ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح، هذا سبحان الله. عطاء ابن ابي رباح 20 سنه ما يفتح احد في الموقف الا هو في الحج، ما يفتح احد غيره هو. اتاه هارون يوما والمامون واليمين والامين عن يمينه وشماله، فجلس حتى صلى في الحرم، ثم أقبل عليه يسأله، وكان عبدا مولا آدم أفطس. فقال الأمين المأمون: من هذا يا أبتاه الذي انتظرته حتى انتهى من صلاته ثم بعد ذلك جلست إليه هكذا؟ قال: هذا عطاء، تعلموا يا أبنائي، تعلموا، تعلموا العلم عشان ربي يرفعكم به، هذا عطاء، لا تقول إنه أمن. روى مسلم في صحيحه عن واثلة أن عمر كان وضع أميرا على مكة، فلما قدم إليه قال: من خلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: من ابن أبزة؟ قال: مولى. قال: تترك على أهل الوادي أو مولى؟ برضو تسيب على أهل مكة مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه تال لكتاب الله، عالم بالفرائض. قال: صدق نبيكم، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، والعلم يرفع بيتا لا عماد له، والجهل يهدم بيت العز والشرف. أبا بكر دعوتك، تأية الإلبيري، أبا بكر دعوتك لو أجبت إلى ما فيه حظك، لو علمت إلى علم تكون به إماما، إن أمرت وإن نهيت ويكسوك في ناديك تاجا ويسوك الجمال إذا عريت. هذا هو العلم الذي يرفع الناس. نعم. قال رحمه الله: ابن جريج عن عطاء، عن ابن جريج عن عطاء عن جابر. جابر بن عبد الله، هذا ابن حرام الأنصار الخزرج النجاري رضي الله عنه وعن أبيه، والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة، يليه ابن عمر وأنس والبحر والخدري والترجمان وزوجة النبي، هذا من السبع المكثرين عن النبي عليه الصلاة والسلام. روى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام 40 و500 حديث. نعم. ثم بعده في المرتبة الليث وزهير عن أبي الزبير. هذا الليث بن سعد الفهمي المصري رحمه الله، جمع الله في هذه الدنيا أربعة في زمان واحد: الليث بمصر، ومالك في المدينة، والأوزاع في الشام، وسفيان في العراق. الليث كان موسرا، مالك يبغى يزوج بنته، وكان هو يحب مالك ومالك يحبه، كان يبغى يزوج بنته الليث، فبعث لما فكان يبغى مالك يزوج ابنته، فبعث للليث يسأله أن يعينه على ذلك من خيرات مصر، فأرسل إليه بعيرين موقرين محملين بخيرات مصر. قال: يرحم الله الليث، طلبناه شيئا كثيرا فأعطانا كل هذا. شوف الكلام هذا، الليث بن سعد كان يدلع طلابه، كان يعني إيش، فكان في هناك أحد الطلاب اللي هو هشام ابن عمار راوي الكساء، هشام بن زكوان عن ابن عامر، أيوة راوية ابن عامر، فيبغى يروح يطلب الحديث عند مالك، وكان فباع والده بستانه وزوده، قال له روح هناك. فلما دخل فين بيت مالك؟ قالوا هنا بيت مالك، لقى وجد الباب مجافا فدخل، لقى الدنيا هناك أكل وعيش، قاعد يأكل وجالس فين؟ في المقلب مثل ما يقولون. جاءت وقت الصلاة، طالع مالك: من الذي أجلسك هنا؟ قال له: أنا جيت دخل. فقال للمواليه: اضربوا اضربوا، سمعتني ما يدخل بدون استئذان. كان مالك شديدا يحسب الدنيا زي عند الليث، الليث كان يدل عيش طلابه زي شيخنا الشيخ محمد حسين البخاري أستاذ الحديث بأم القرى، وهو من أهل الشيخ، أصابه الفارج، شل النصف لكن يدرس ويسوق سيارته وكذا، فكنا نذهب إليه أيام كانت الإجازة بالخميس، وقرأنا عليه، هو عنده أسانيد الفاداني، عمر الفاداني محدث مكة، فكان الشيخ سبحان الله إذا دخلنا عنده ما شاء الله خيرات بلاد ما وراء النهر كلها عنده، الكاجو والباجو، ونقعد نقرأ وناكل، وشاي أخضر وشاي أحمر وقهوة قشر وقهوة قذا، تدلع بس تقوم من عنده، وقد امتلأ عقلك وبطنك، الحمد لله. فذكرنا الليث مع شيخنا الله يدي الصحة والعافية، مع البشاشة التي هو فيها والتواضع الله يدي الصحة والعافية، فراح ضربه مالك. فبعدين راح حضر الدرس،
فقال: يا إمام، لا أبيحك وأريد أن أقتص منك. قال: بماذا؟ قال: ضربتني 7 أسواط وأريد 7 أحاديث. فحدثه، فقال: يا إمام، اضرب وحدث كل يوم، ادينا كده واحد. هذا الناس كانت تحب العلم، رفعهم الله عز وجل بهذا العلم وهذا الحب وهذا التواضع. الآن لو سواله كده كان صور مقطع للشيخ ونزله على تويتر وعمل له قضية وجابه وسجنه والراجل عشان يشوفه أدبوا لكم أنا أوريكم في أنا. لذلك رفعهم الله. لما ذكر في طبقات الحنابلة الإمام أحمد ذكر له الصبر والزهد، قال: بمثل هذا ارتفع القوم. مثل هذا الناس ارتفعوا بالصبر والزهد والتقوى والأدب. نعم تفضل. كان عن يعني ايش؟ ثم بعد في المرتبة الليث وزهير. أيوة، أبو خيثم النسائي، زهير بن حرب، شيخ الشيوخ، صاحب كتاب العلم. عن مين؟ عن أبي الزبير. محمد بن مسلم بن تدرس، يروي عن جابر على طول، عن جابر. نعم، عن جابر. أيوة، على طول يروي عن جابر، أبو الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس. نعم. أو سماك عن عكرمة. سماك بن حرب عن عكرمة مولى النبي عباس. نعم. وعكرمة كان قهرمانا من بلاد الفرس، لكن رفع الله بالعلم. كل ذو الموالي الله رفعهم بالعلم. نعم. أو أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش صاحب الرواية شعبة. أبو بكر بن عياش شعبة. نعم. أيوه. عن أبي إسحاق عن البراء. أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازم. نعم. أو العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة ونحوه ذلك من أفراد البخاري أو مسلم. نعم. هذه الطبقات للرواة وأصح الأسانيد. نكتفي بهذا القدر. نقف إلى هنا. أشوف بعد إذنك. الحسن. أيوة، لأن خلاص انتهينا كده، هنقف الحسن. إيه خلاص. قيدوا أحسن الله إليكم. وفقنا إلهنا إلى هنا. كان شيخنا الشيخ السامرائي يكتب هذا فيها سجع طبعا. وفقنا إلى هنا إلى هنا، وفقنا إلى هنا إلى هنا، وفقنا إلى هنا إلى هنا، يعني الله وفقنا إلى هذا الموطن. هذا يسمى السجع، وفقنا إلى هنا إلى هنا. نعم. لحنا هو يقول وفقنا إلى هنا إلى هنا. يعني يسمي الفاعل. نعم. تفضل.